لو انا عندي امنيه نفسي ربنا يحققها لي شده، والحقيقه طلبتها كتير من ربنا، بس عايزه يعني ربنا يستجيب للدعوه بسرعه. اعمل ايه؟ استمري على الدعاء ولا تيأسي من روح الله ولا من فضل الله ولا من كرم الله. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وتسع علامات في الحلم، لو شفت أي علامة منهم تبشرك بأن أمنيتك ستتحقق عن قريب. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أحبائي في الله، ومع حلقة جديدة بعنوان 9 علامات لو شفت أي علامة منهم في حلمك تبشرك بأن أمنيتك ستتحقق وسيفرح قلبك وتهنأ حياتك عن قريب. أول علامة وهي رؤية الضحك أو الفرح. لو شفت في حلمك أو شفتي في حلمك أنكم بتضحكوا أو فرحانين، أو شفتم شخص آخر بيضحك أو فرحان، كلها علامات تدل على أن أمنيتكم ستتحقق ودعوتكم ستستجاب والفرح قادم لكم عن قريب. لأن الله عز وجل قال: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها. فالضحك والفرح هي بشارة لكم، فأبشروا بتحقق دعواتكم وما تريدون سيتحقق عن قريب. تاني علامة وهي رؤية الضيوف في البيت. لو شفت في حلمك أو شفت في حلمك إن في بيتكم ضيوف، أو إنكم تستقبلوا ضيوف، أو بتطعموا طعام، أو بتعملوا حفلة، أو في اجتماع في بيتكم على حفلة أو طعام أو ما شابه، كلها أحلام وكلها علامات تدل على أن مناسبة سعيدة ستحدث لكم، تدل على أن أمنياتكم ستتحقق وأن العطاء قادم لكم من رب العالمين. لأن الله قال في القرآن العظيم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالعطاء والاجتماع أو عطاء الأكل في الحلم أو الاجتماع مع الضيوف في الحلم والمعاملة الحسنة كلها علامات تدل على تيسير أموركم، تدل على الفرج القادم لكم عن قريب، وأن مناسبة سعيدة ستحدث في بيتكم وستحدث في حياتكم وستفرحوا عن قريب. ثالث علامة وهي رؤية السفر في الحلم. لو شفت إنك بتسافر في حلمك، أو إنك بتسافري في حلمك، أو بتحضروا شنط السفر، أو رايحين للمطار، أو راكبين الطائرة أو السيارة، أو مسافرين عامة في الحلم، كلها علامات تدل على أن دعواتكم ستتحقق، تدل على أن أمنياتكم ستتحقق، تدل على أن ما تطلبون من رب العالمين سيتحقق. لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. فدعوة المسافر مستجابة. فلو شفت في حلمك أو شفتي في حلمك إنكم مسافرين أو بتدعوا في الحلم، فاطمئنوا أمنياتكم ستتحقق عن قريب، واطلبوا من الله عز وجل الفرج. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فهي بشارة حسنة بأن تروا السفر أو المسافر أو تسافروا في الحلم، هي بشارة بتحقق ما تريدون عن قريب. رابع علامة وهي رؤية المصحف أو قراءة القرآن، وخاصة سورة الفاتحة والضحى والفتح، ترمز للفتح لكم، ترمز بأن الله سيعطيكم حتى يرضيكم، ترمز بأن الفتح قادم لكم والفرج قادم لكم والنصر قادم لكم، وهمومكم ستزول وأحزانكم ستزول والفرح قادم لحياتكم عن قريب. 5 علامة وهي رؤية الهدية في الحلم. سواء شخص أعطلكم هدية، أو أنتم تعطوا لشخص هدية، أو رأيتم الهدية عامة في الحلم، الهدية هي رمز لفرحكم، الهدية هي رمز للخير القادم لحياتكم، وبأن أمنياتكم ستتحقق عن قريب. لأن الله عز وجل قال: بل أنتم بهديتكم تفرحون. فالهدية هي رمز الفرح، هي رمز السعادة، هي رمز تحقيق الأماني، وبأن أمنياتكم وما تطلبون من الله عز وجل قادم وسيتحقق عن قريب. 6 علامة وهي رؤية الأموات في الحلم فرحانين، أو بيبشروك، أو بيضحكوا إليك، أو بيبتسموا إليك، كلها علامات تدل على بشارة خير قادمة لك، تدل على أمنياتك سوف تتحقق، تدل على دعواتك قد استجيبت، تدل على أبواب الفرج ستفتح لك عن قريب. لأن الله عز وجل قال: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالاستبشار من الأموات، أو ضحكهم، أو ابتسامتهم، أو إنهم فرحانين، أو بيحضنوك،
يرزقك أو بيقبلوك في الحلم، كلها علامات تدل على أن الفرج قادم لك. دعواتك قد استجيبت، الأمنية التي تتمنوها سوف تتحقق لكم عن قريب. سابع علامة وهي رؤية الكعبة في الحلم. لو شفت أنك رايح تعمل عمرة أو رايحة تعملي الحجة أو العمرة، أو أنكم بتطوفوا في الكعبة أو أنكم بتدعوا عند الكعبة، رؤية الكعبة ورؤية هذه العلامات تدل على أن دعواتكم مستجابة، لأن من يرى الكعبة ويدعو عندها دعواته مستجابة. فرؤية الكعبة في الحلم أو الطواف بها أو الذهاب لها أو سماع الاسم في الحلم، كلها علامات تدل على أن لك دعوة معينة وأن لك أمنية معينة تدعو الله من أجل تحقيقها، وهي سوف تتحقق لك عن قريب بفضل رؤية الكعبة في الحلم، فهي بشارة عظيمة لك من رب العالمين. ثامن علامة وهي رؤية ماء زمزم أو شربه أو سماع اسم زمزم في الحلم أو الذهاب للحج والعمرة وشرب ماء زمزم، أو إن شخص بيهديك ماء زمزم، أو إنك شفت ماء زمزم بينفجر من الأرض أو بيخرج من الأرض تحت قدميك، كلها أحلام وكلها علامات تدل على أن الفرج قادم لك. دعواتك سوف تتحقق، أن لك أمنية معينة تتمناها هي قادمة لك وسوف تتحقق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، فلو رأيت أنك تشرب ماء زمزم أو أهدى إليك ماء زمزم، أو إنك في الحجة أو العمرة أو في مكة وتشرب من ماء زمزم أو تغتسل بماء زمزم أو ترى اسم زمزم عامة في الحلم، كلها علامات تدل على أن أمنيتك سوف تتحقق، ما تتمنين سوف يتحقق، لربما زواج، لربما سفر، لربما رزق، لربما عمل في شركة معينة أو مكان معين، كل ما تتمنون سوف يتحقق لكم بفضل هذه الرؤية عن قريب. تاسع علامة والعلامة الأخيرة في هذه الحلقة وهي رؤية الجنة أو دخولها أو سماع اسمها، أو شخص يبشركم بأنكم من أهل الجنة، أو ترى شخص آخر دخل الجنة، كلها علامات وكلها دلالات في الحلم تدل على أن لك أمنية تدعو الله من أجلها، ولك دعوة تريد الله أن يحققها لك، وهي سوف تتحقق لك عن قريب، لأن الله عز وجل قال: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فإن رأيت الجنة أو سمعت اسم الجنة في الحلم أو رأيت نفسك تدخل الجنة في الحلم، اعلم بأن الله سيصدقك وعده، اعلم بأن الله سيعطيك ما تتمنى، اعلم بأن أمنيتك ستتحقق، اعلم بأن الله يبشرك بأن الفرج قادم لك، وبأن الفرج على أعتاب بابك، وأن الفرج قادم لك وسيدخل من بابك عن قريب، وستفرج عليك من كل حدب وصوب بإذن رب العالمين. هذا والله وحده أعلم، وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني أنا ومن الشيطان، والله عز وجل ورسوله منه براء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الحنان المنان الكريم أن ييسر أمورنا ويرزقنا ما يرضينا ويرضيه عنا. اللهم يا رب حقق أمانينا وأعطنا ما يرضينا ويقر عيوننا ويفرح قلوبنا وتفرح به أيامنا وحياتنا. اللهم ارزقنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك، واشغلنا بطاعتك عن معصيتك، ولا تحوجنا لأحد سواك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وأكرمنا بكرامة القرآن، واغننا بغنى القرآن، واحفظنا بحفظ القرآن، ويسر أمورنا بالقرآن، واحفظنا وحصنا بحسنك يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء. اللهم إنا نعوذ بك من خيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من خيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من خيبة الرجاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع، ومن هؤلاء الأربع: يا حي يا قيوم أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، انظر إلينا نظرة رحمة تفرج بها كروبنا وتيسر بها أمورنا وتحقق بها أمانينا برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.